حكم من الرحمن محتثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبكين من شبه لذي شقاك وما تبغين من حكم ما خربت قط إلا عاد من خرب أعاد الأعادي إليها ملكي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الخرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الخصم والكيم فلا تعد ولا تخصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت خر لظى من وردها الشبم كأنها الخوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءه كالخمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهو أعين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق مطول الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قاسين لم تدرق ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تحترك السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدأ شأوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد الأعلم كيما تفوز بوصل أي مشتتر عن العيون وسر أي مكتتم فخزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا
من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. راعى القلوب العداء أنباء بعثته كنبعة أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم. ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخم. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الخرم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم. يجر بحر حميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم. من كل منتدب لله مختسب يستو بمستعصر للكفر مصطلم. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تائم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. وسل خنينا وسل بدرا وسل أخدان فسول حذف لهم أدهى من الوخم. المشتر البيد خمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم خرف جسم غير منعجم. شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الخزم لا من شدة الخزم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن يكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. ولن ترى من ولي غير منتشرين به ولا